طيب ايه خططك الجاية؟ حابب ان انت تطور المحتوى اللي انت بتعمله ازاي؟ والله خطتي الجايه ان انا ان شاء الله يعني احاول ان انا اعمل فيديوهات اكتر من مصر. انا هنا في مصر دلوقتي، فحابب ان انا ان شاء الله نروح اماكن مختلفه في مصر برضو، ونحاول نعمل محتوى اكتر من مصر. مصر فيها كتير، فيها شغل كتير يتعمل، فيها محتوى كتير يتعمل، وفي نفس الوقت برضو يعني هبقى بسافر يعني شويه في مصر أكيد شويه بره في كذا حته تانية، فان شاء الله يبقى يعني حاجه حلوه ان شاء الله. ميرسي يا كريم على الانترفيو ده، والمرة الجاية تبقى معايا ومشرفني هنا في الاستوديو بتاع ترانز.